مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء. نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم المتوسطة والعالية تغطي سماء المملكة، خاصة المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. مثل هذه الغيوم ستستمر في الظهور هذه الليلة وغدا. أما نلاحظ على خرائط درجات الحرارة، فنلاحظ أن المناطق الجنوبية والوسطى تتأثر بكتلة هوائية حارة، لكن المناطق الشمالية الغربية هناك كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد بوضوح، خاصة منطقة عرعر وسكاكا وتبوك. وهذه الكتلة الهوائية الباردة تتقدم باتجاه المناطق الشمالية وأيضا منطقة إبريدة، وتدريجيا تقترب من منطقة الرياض تقريبا مساء يوم الجمعة ويوم السبت، ليحدث انخفاض واضح على درجات الحرارة. بالمناسبة اللون الأحمر الغامق ذات درجات حرارة أعلى، اللون الأحمر الفاتح درجات حرارة أيضا عالية، اللون الأصفر أقل درجات حرارة، اللون الأخضر أقل درجات حرارة، لكن اللون الأزرق هي كتلة هوائية باردة من أصل قطبي تؤثر على منطقة بلاد الشام وعلى شمال المملكة العربية السعودية، بيكون تأثيرها واضح على المناطق الشمالية والوسطى يوم السبت بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة في الرياض الأجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة، وأيضا تظهر بعض السحب العالية. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 23 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يومي الخميس والجمعة أجواء حارة، حارة إلى حارة نسبيا. العظمى المتوقعة في الرياض 37، لكن أثناء الليل أجواء معتدلة، الصغرى 27. يوم الجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تكون الأجواء حارة نسبيا يوم الجمعة في الرياض، توصل العظمى بحدود 35، لكن الأجواء لطيفة بالليل والصغرى بحدود 19 درجة مئوية. يوم السبت انخفاض واضح على درجات الحرارة، وبالتالي تصبح الأجواء معتدلة نهارا، لطيفة ليلا، أيضا مشمسة أثناء النهار. العظمى المتوقعة يوم السبت في الرياض 29 درجة مئوية، لكن الصغرى 16 درجة مئوية. أحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق مختلفة من المملكة. المناطق الشمالية إسكاكا الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 24-12، عرعر 23-11، منطقة تبوك أجواء مغبرة، العظمى 28 والصغرى 9 درجات مئوية. المناطق الغربية أيضا أجواء مغبرة، خاصة منطقة المدينة ومكة، أجواء أيضا حارة نسبيا إلى حارة، خاصة في مكة المكرمة. المدينة العظمى 34 والصغرى 20، جدة 34 والصغرى 22، لكن مكة المكرمة العظمى المتوقعة يوم الخميس 40 درجة والصغرى 21، الطائف 30 إلى 17 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، معتدلة في النهار، لطيفة بالليل، الباحة 25 إلى 15، أبها 28 إلى 13، جازان 31 إلى 25 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة، حفر الباطن أجواء لدينا مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. درجة الحرارة العظمى في الدمام 32 والصغرى المتوقعة 24، حفر الباطن أجواء حارة نسبيا، العظمى 34 والصغرى 21، الإحساء أجواء حارة ومغبرة، العظمى بحدود 38 والصغرى 27 درجة مئوية. منطقة المناطق الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة إلى حارة نسبيا، حائل 32-13، بريدة 36 إلى 21، والرياض العظمى المتوقعة يوم الخميس 37، لكن الصغرى 27 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، لكم أجمل تحية، ونتمنى للجميع أوقات سعيدة وموفقة، ولكم تحية جميلة من طقس العرب.